السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم، يومكم سعيد، يومكم طيب، يومكم مشمس بهذه الشمس الحارة على الصباح. نحمد الله ونشكره عليها، لأن غيرنا يتوقون أن تدفئهم ولو بعضها. مثلا فبعض الدول في شمال أوروبا يعانون من عدم بزوغ الشمس، وهم يعيشون في حالة ضبابية دائمة أو حالة برد وغير ذلك. ولهذا إخوتي، علينا أن نحمد الله دوما على النعم حتى لا يحرمنا الله منها. اليوم ماذا سنتكلم؟ أتمنى أن أكون قد أفدتكم وأفدت نفسي بكل ما تحدثنا فيه هذه الأيام ولو لدقائق، لأن هذه الدقائق الطيبة المعدودة التي نتحدث فيها طيبا تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، لعل ينتفع منها بشر من بعدنا. من بعدنا قد يأتي أناس تزداد عليهم فتن وتحصرهم حصرا وتعصرهم عصرا، ربما يحتاجون إلى بعض الكلمات الطيبة، وأكيد أنهم سيحتاجون إلى ذلك. أرجو أن يأخذهم السبيل إلى قناتي لينتفعوا بكلمة منها تكون لي نورا في قبري بإذن الله يا أرحم الراحمين. بماذا نستهل نصيحة هذا اليوم؟ نصيحة هذا اليوم المرأة العاملة، بصراحة لأنني شاهدت موقفا، وجدت طفلا ذهب إلى المدرسة في الطريق، مئزره غير مغلق وغير معتدل، في هندامه يجري المسكين يحمل حقيبته وهو يجري خشية أن يذهب عليه أن يفوت الوقت المناسب للدراسة، مع العلم أنه سيستقل الحافلة وغير ذلك، مشوار طويل جدا. المهم، لماذا كل هذا أيها الطفل؟ استوقفته، حاولت غلق مئزره وترويح عنه بكلمة حتى لا يتشوشه في طريقه. المسكين أمه عاملة، لأن أمه عاملة ليس لديها الوقت الكافي لتوظيب أبنائها حتى يذهبوا إلى العمل، وهي هذه الأم مع الأسف أغلبهن يعمل لأجل مصالح خاصة فقط لها، لأجل شراء الذهب والألبسة أو غير ذلك، أجل متعتها الخاصة. يعني في الحقيقة من تعمل لأجل متعتها الخاصة وتترك أولادها هكذا، والله إنها لكارثة وإنها لجرم كبير. أما تلك التي تعمل لأجل إعالة أولادها، ربما أيتام، ربما زوجها مريض لا يستطيع العمل، أو ربما يعمل لكن مدخوله غير كافي، فتلك المرأة لها الأجر الكبير إن عملت، بشرط أن لا يضيع عملها أولادها. إن عملت سيدتي لا تضيع أولادك أرجوك، لأنهم أمانة في عنقك، لا تضيعهم في جسمهم، في هندامهم، في نفسيتهم، في أفكارهم. حاولي أن توازني الأمور دائما، وإن كان العمل يضيع الأبناء فلا داعي منه أرجوك، لا داعي منه، لأن لا جدوى من إطعام البطون وتكبير الأجساد على حساب النفس وعلى حساب العقل والأفكار. بصراحة هذا شيء مؤسف، شيء مؤسف أن تكبر
أن نقوم بالاهتمام ب نقوم بالاهتمام بالأجساد وننسى النفسية. أطفالنا يحتاجوننا، أطفالنا أمانة في رقابنا، اهتموا بهم رجاء. دمتم أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله.